قل الشيخ أيمن ما حكم الاغتسال بماء وأوراق سدر مقروء عليها وما هي كيفيتها ضابطها؟ أولا الشيخ أيمن لم يرد عن رسول الله عليه السلام أي حديث في الاغتسال بماء مقروء عليه، لا بماء ولا بسدر ولا مقروء عليه، كلها اجتهادات لبعض العلماء، وليست هناك أي نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، وفقك الله.